خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات ونقول لها صباح الخير. صباح الفل عليك يا لمي. صباح الخير عليك يا محمد، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. خلونا نبتدي على طول من محافظة القاهرة وبالتحديد من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية وتباطؤ لحركة سير السيارات أعلى الكوبري، وده بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة لحد رمسيس، وكمان للمتجه لمناطق وسط البلد لحد كمان مدينة نصر، وشارع رمسيس نفسه بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. كمان في كثافات نسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأمرية والكورنيش من المظلات لوسط البلد، في كثافات مرورية إنما بسيطة ومتقطعة. أما المتجه للمؤسسة ففي يعني بعض الكثافات ما عدا الكثافات بتزيد عند المظلات. في محافظة الجيزة تعالوا نروح ونشوف شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، والكثافات طبعا بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، في كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل كمان في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. في محافظة إسكندرية في كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية فيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كمان كثافات مرورية إنما هي متحركة. خلونا نكمل جولتنا المرورية ونروح لحد أسوان، ونبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بتشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ إن في كثافات مرورية إنما بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي بيشهد الطريق حواليه كثافات مرورية. كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي، وكمان الطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة كمان عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 22 درجة، وعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 27 درجة، إنما أقل درجة حرارة هتكون في السلوم 18 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.